السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الخامس من فك دبلور العربية الجولف 7 علشان نغير تلاجة التكييف. كنا فكينا الجنب ده اللي عنده السويتش بتاع الإيرباج، هنا بنكمل فك الدرج. من المسامير اللي ماسكة قشرة الدبلور في البار الحديد. بالنسبة للغطا ده هو الطبة بتاعت فلتر التكييف. ادي خلاص الطابلو بقى سايب. في هنا السنسور ده في بعض العربيات بيكون فيه سلك، وفي بعض العربيات بيبقى طبة بس، مجرد طبة. ادي خلاص قشرة الطابلو طلعت، وده المنظر من تحتها. ده عزل
بما محطوط العزل الحراره والصوت. دي الهوايات اللي بتطلع الهواء عند الازاز، وده العزل راكب هناك في كليبس تحتي هو اللي ماسك العزل. هنسلك الضفيرة من البار الحديد، عشان هنا البار الحديد بيطلع بره العربية خالص. السلك بتاع الإيموبيلايزر اللي بيقرا المفتاح، سلك الفيشة ثلاث، وادي الهواية دي اللي بتجيب الهواء عند رجلين تحت، بتاخد من الهاوسنج وترمي عند الرجلين. دي مسامير ماسكة البار الحديد في الهاوسنج. الهاوسنج ده الاسود، ده العلبة اللي جواها الايفابوريتور او التلاجة. ده وصلة أرضي،
دي المسامير اللي ماسكة علبة الدريكسيون. علبة الدريكسيون بتبقى حاكمة البار الحديد، فلازم نشيلها علشان نعرف ننزله.